السلام عليكم. اليوم رح نعرض الدرس الثاني من مادة الحاسوب الصف السابع تصفح الويب. تعرفنا فيما سبق على كيفية انه كيف نشبك على الانترنت، وحكينا انه احنا بنحتاج مستكشف للانترنت اللي هو انترنت براوزر. شو تعريفه؟ هو برنامج يمكننا من استعراض المواقع والصفحات على شبكة الانترنت. اذا بداية بدنا نحدد على تعريف مستكشف الانترنت. هو برنامج يمكننا من استعراض المواقع والصفحات على شبكة الانترنت. ثاني اشي، من اشهر متصفحات الانترنت اللي هو انترنت اكسبلورر، فايرفوكس، وجوجل كروم. بهذا الدرس رح نتعرف بالتفصيل على الانترنت اكسبلورر، مستكشف الانترنت. هو بيجي من مجموعة مايكروسوفت، وهو بس انزل الويندوز بشكل تلقائي بينزل مع الويندوز. بداية رح نتعرف على كيفية تشغيل برنامج مستكشف الانترنت. سهل جدا، انقر نقرا مزدوجا على ايقونة مستكشف الانترنت اللي بتظهر عندي بهذا الشكل على شكل حرف الاي، موجودة على سطح المكتب. اذا طريقة تشغيله، انقر نقرا مزدوجا على ايقونة مستكشف الانترنت الموجودة على سطح المكتب. تظهر عندي الشاشة الرئيسية اللي رح نتعرف بهذا الدرس على أجزائها. أول جزء عندي هو شريط العنوان اللي بيحتوي على أزرار التحكم، زر تصغير، زر تكبير، وزر إغلاق. ثاني جزء عندي اللي هو شريط صندوق العنوان. شريط صندوق العنوان بتكون من ثلاث أجزاء. الجزء الأول هو عنوان موقع الإنترنت. هون في عندي هايو هذا الصندوق، بيظهر فيه عنوان الموقع اللي أنا ظاهر عندي على الشاشة حاليا. فهون أنا عندي موقع وزارة التربية والتعليم، هاي عنوانه www.moe.gov.jp. الجزء الثاني اللي هو صف التبويبات، أنا لو بدي أفتح أكثر من عنوان أو أكثر من موقع على المتصفح، فبستخدم أداة جديد لفتح تبويب جديد وأختار فيها موقع جديد، وبتحتوي على زر الإغلاق. إذا بدي أغلق هذا التبويب فبنقر على زر الإغلاق. وفي عندي مجموعة من الأدوات اللي بتأدي كل منها وظيفة معينة. موضح لي هاي الأدوات بالجدول 4:1. لو إجينا للجدول هون، في عندي هاي الأداة الأولى اللي هي رجوع للصفحة السابقة، فهو الموقع بيكون عدة صفحات. لو بدي أرجع للصفحة اللي بالسابق بنقر على هاي الأداة، السهم اللي هو للخلف. هاي تقدم للصفحة اللاحقة، إذا بدي أروح لأتقدم صفحة. هاي عرض الصفحة الرئيسية، بدي أرجع للصفحة الرئيسية. وهاي الأداة اللي هي على شكل النجمة، عرض قائمة المفضلة. أنا لو كان عندي مواقع بزورها باستمرار، فممكن أضعها بمجموعة المفضلة حتى أوصل لها بشكل سريع. وهاي الأداة اللي هي أدوات. ثالث جزء اللي هو عندي شريط اللوائح، بيحتوي على مجموعة من اللوائح. كل لائحة من هاي اللوائح في إلها مجموعة من الأوامر، أو بتحتوي على مجموعة من الأوامر اللي بتأدي وكل منها وظيفة معينة. فهون عندي لائحة ملف، تحرير، عرض، والمفضلة. رابع جزء عندي اللي هو شريط المفضلة. مكان تعريفه، هو مكان نحفظ فيه عناوين المواقع التي نفضل زيارتها باستمرار حتى يسهل الوصول إليها. شريط الأوامر بيحتوي على الأوامر الأكثر استخداماً، ويؤدي كل أمر وظيفة معينة. هون في عندي أدوات شريط الأوامر اللي هو أول أداة اللي هي عرض الصفحة الرئيسية، وبتحتوي على خيارات لإضافة أو تغيير أو حذف الصفحة الرئيسية. يعني أنا ممكن أختار بداية أول ما أفتح المتصفح شو الصفحة اللي تظهر عندي، من خلال هاي الأداة بقدر أحددها. عندي الأداة الثانية اللي هي بدء برنامج البريد الإلكتروني الافتراضي. هاي الأداة طباعة الصفحة الحالية أو أعاين الطباعة وإعدادات الصفحة. يعني إذا أنا تصفحت موقع وبدي أطبع صفحة من خلال أداة الطباعة. أداة الصفحة عرض قائمة تحتوي على الأوامر الأكثر استخداماً. أداة أمان لعرض قائمة تحتوي خيارات السلامة والأمان. بختار شو خيارات الأمان حتى يكون التصفح لهذا الموقع آمن، أو ما يظهر لي إلا المواقع الآمنة. أداة أدوات عرض لائحة تحتوي على الأدوات شائعة الاستخدام، الأدوات اللي بستخدمها بكثرة
وأداة علامة الاستفهام هاي بتظهر لي مساعدة إذا أنا كان في عندي أي موضوع على المتصفح مش عارفة أتعامل معه، فممكن أستعين بأداة المساعدة. سادس جزء اللي هو الصفحة، صفحة الويب تعريفها هي الصفحة التي تراها في موقع معين حيث يمكن التعامل معها من خلال جهاز الحاسوب. طبعا لو رجعنا لهذا الشكل راح نلاحظ انه هاي هي صفحة الويب اللي هي موقع وزارة التربية والتعليم، فبدأ ظهر لي الصفحة الأولى من هذا الموقع. هيك بنكون أنهينا الأجزاء الرئيسية لصفحة الويب كاملة. آخر إشي ذاكر لي بالدرس اللي هو كيفية إغلاق، بعد ما أنا أنهي عملية التصفح كيف بدي أغلق البرنامج؟ في عندي طريقتين، يا إما بغلق نافذة المستكشف باستخدام زر الإغلاق الموجود بشريط العنوان زي إغلاق أي برنامج تعرفنا عليه في السابق، أو من خلال لائحة ملف بختار الأمر إنهاء كلوز. هيك بنكون أنهينا الدرس، وإن شاء الله إنه يكون واضح بالنسبة لك.